شو الموضوع؟ كل الشغلات اللي صارت معها بسبب أبي شيرين. شو رح تقول لما تعرف إني بنته؟ فوغان بتحبك كتير، وبعدين المسكينة ما عم تقدر تتذكر شي، ويمكن يكون وضعها هاد لمصلحتها سوهان. طيب جسور عم يقدر ينسى وقت يتطلع فيني؟ جسور بيميزك عن كل شي موجود حواليه، وسقي من هالشي. اجت اللحظة، اللحظة اللي ناطرها. بكرة هداك الزلمة اللي اسمه تحسين كورلو داك رح يوقف قدامي كمان. عادلة، شوفي حبيبتي، شو اللي مفيقك بكير هيك؟ شو القصة؟ أنا خايفة. ايه خايفة لأنه أنت خايف. ها لك شو جنيتي أنتي؟ أنا مو خايف. وبعدين إمتى شفتيني خايف أو هكلان هم شي؟ مبارح مثلا. مبارح؟ رح ينكشف كل شي صح تحسين؟ ولا أنا غلطانة؟ هي النهاية تحسين. الصباح رباح. خلص روحي، لا تقلقي. يعني ما في شيء أساسا لحتى ينكشف. اطمني، ما في شي بخوف ابدا. اتفقنا؟ لا تاكلي هم بنوب، نحن اللي رح نربح. يلا بقى خلينا ناكل لقمه ونروح حتى نورجيهم قيمته لهدول الناس. بدك تروح؟ ايه طبعا. شبك حبيبتي؟ يلا قومي بقى، انا جعت كتير. معقول انه انت تخافي وتحسين جنبك؟ Thank you.
مرحبا يا أخي. ليك أنا اشتريت شوية فطاير وعصير للشباب يلي جوا. وأخي رفعت موجود معهم وأكيد بيكونوا جوعانين هلأ. لو سمحت ممكن تعطيهم طيب. ياهن وهن بتصرفوا فيهم وبيوزعوهم بيناتهم. شكرا. العفو. شوفي جسور. ايه جسور، كيفك؟ كل امورك تمام؟ ايه كنت عم اركض. ايه كتير منيح. رح تجي؟ انتو بالقصر العدلي؟ ايه. شو انتي رح تجي؟ ما بعرف. ليكي ما في داعي. انا يمكن روح مع اخي كورهان. طيب يلا منحكي بس ارجع على البيت المساء. ايه ماشي بشوفك. برأيي خليكي جنبه هلأ، بلا كبر راس وحطي لي عنادك على جنب، مو وقته هلأ. كنا ستة على النبع وإجا المحبوب صرنا سبع، وطلبوا سيب عطيته، قلت له حرام يوم الجمعة. يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة. شو ما في بوسة؟ ما دقيت لك، خفت أبي يكون جنبك. رح تروح على الجلسة؟ إذا رايح تعال خدني، ما بدي روح لحالي. هلا سوهان أنا بطريقي على القصر العدلي، وأبوكي وعادي لمو معي راكبين بسيارة تانية. إيه صح، بالمناسبة أبوكي كان مزعوج كتير بشكل مو طبيعي مبارح بالليل، والغريب صحي اليوم وهو كتير مبسوط ومتحمس يروح على القصر العدلي. والله أنا مالي فهمان شو عم يصير معه. We'll be right back.
سامية. آسف آسف، بعتذر منك. جوليا ساعدوني. استني شوي خلينا نحكي. جوليا 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 ساعدوني ساعدوني. أنا ما رح أعمل لك شيء. الله يخليكم ساعدوني. جوليا رح يقتلني هالمجنون. الله يخليكم من شان ما يلحقني. استني لوين رايح؟ واقف واقف على الطريق بسرعة. وقف وقف خليك ضايع. لا تعيط روح من هون. جوليا لك لا تعيط احسن لك. لك شو عم تعمل؟ ضايع على الطريق بسرعة. ما رح اعمل لك شيء. استني اتركني. جوليا لهون. استني ضايع هيك. وقف ساعدوني. شباب يا شرطي امسكوا 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 فورا. جوليا جوليا تاكسي تعي لهون. جوليا وقف وقف عندك وقف عندك. استنى روح لو سمحت انا بدي اهدى وخليك محلك. انا مالي مجنون خليني الحقها. هي عامله مصيبه معي. يلا قلي لي شوف انت ليش كنت عم تركض ورا هديك المره؟ اتركك اتركني روح هلا. الحمد لله. برايي نحن لازم نرجع العمال القدامى على الشغل سوهان، يعني نحاول نقنعهم بدل ما نجيب عمال جداد ونضيع الوقت على تدريبهم. وينك؟ ليش ما عم ترد علي كوران؟ انا ما سويت شيء. هديك المره خربت حياتي كلها. انت كيف تتجرأ وبتخوف مره مسكينه مثل هي؟ فهمني. بترجاكم اسمعوني شوي. لو تعرفوا هي شو عملت فيني. يلا قل لي لشوف هي شو عملت فيني. الله يخليكم خليني روح قبل ما تهرب مني. صار لي زمان عم دور عليها. تمام بس اياك تحاول انه تاذيها. ما رح اذيها. ايه طيب روح. موبايلي. الو الو شبك؟ ليش ما عم ترد على رسائل كوران؟ ايه كنت رح ابعث لك تسجيل صوت بس شفت هديك المره المحتاله وركضت وراها. قلت الممرضة؟ ايه هي برجع بحكي. ايه سيارتي. اللي شو صاير؟ سيارتي. لك واقف سيارتي. كورهان واقف شوي يا معلم. هاي سيارتي كورهان. انت اللي اخذت هاي اللوحات؟ ايه هاي اللوحات انسرقت من شخص صديقي يا سيدي، وأنا أخذتها من بيت تحسين كورلو داك مشان رجعها. يعني أنت بتعترف أنه سرقتها منه؟ يلي سرق هو تحسين كورلو داك. حضرة النائب، الأشخاص اللي أنت هلأ شايفهم بهي اللوحة هنن بيكونوا جدي وستي الله يرحمهم، وأبي هو اللي رسم لهي اللوحة تبعهم ورسم اللوحات التانية كمان. وهي اللوحات كانت بشنجل كوي معلقة على حيطان القصر التابع لعائلتنا يا حضرة النائب، وأنا بتذكرها. خير مهربان. ما في غير كل خير إن شاء الله. لا تخاف يا بيك. كيفك بانو؟ شو يلي عم تساوي هون؟ تعرفي إنه البومة بالحال خراب وهي المرة مثل البومة. يا الله أنا كتير متحمسة. إمتى رح نبلش؟ يلا شوي ورح يبعتوا ورانا. مثل ما فهمت انه في قيمه معنويه لهي اللوحات، وهي القيمه بتهم الطرفين بهي الدعوه، وهالشي كان واضح من بعد شكوى تحسين كورلوداك عن السرقه. هو عم يقول انه هي اللوحات بتخص عيلته له. سيدي هالزلمه عم بكذب، وهي اللوحات مو لعيلته اساسا. هو ربي وكبر بالميتم وتعرف على ابي وقت اللي كانوا بالعسكريه سوا. حضره النائب كل المعلومات موجودة بالملف. ايه ماشي منبلش واحدة واحدة. الدخول على اي مكان بدون اذن والاغراض اللي بهداك البيت. هاي الاغراض مو لإله يا سيدي. لو سمحت لا تقاطعني. الاغراض اللي عم يحكي انها معلقة على حيطان بيته لازم نحقق ليش اخدها بدون اذن اصحابها. وبمثل سيدي انا بلغت عن الحادثة وانا قبلان باي عقاب. يلي بيهمني من كل هذا الشيء يا حضرة النائب انه الحقوق ترجع لاصحاب الحقيقيين والعدالة تاخد مجراها. هذا هو الأمل الوحيد إلي وبتمنى من حضرتك تساعدنا. تمام شكراً كتير لإلك. مهربان خانم عم تدق للكل هلا. إذا رجعنا معلمين الإزاز بس بظن كتير منيح، وأمور التعبئة والتغليف نحنا مندبرها لا تقلق. أساساً العمال اللي عنا كلهم بيقربوا بعض ما في مشكلة. ما تاكل هم. معناته خبري سوهان خانم. شو هالموضوع المهم اللي شاغلكم لتكونوا عم تصنعوا شي قنبلة؟ نحنا كنا عم نحكي عن أوسخ حدا بهالدنيا وفجأة اجيتوا. ما رح تنبسطي بغيابي كتير لأنه ما رح طول يا مهربان.
هلأ منشوف. أهلاً. وهي صهري الغالي هون. وين بدي يكون؟ وأخيراً جبتك لقدام هالباب يا تحسين. تفضلي يا تحسين بيك. مرحبا، أنا تحسين كورلو داغ. تفضل. مو عارفان شو ناطره. انتحار أبوك حقيقة، وأنت مصر تخرب حياتنا جسور، ولسه عم تحاول تتهم تحسين بالموضوع. وحدة وحدة يا خانو، هذا الموضوع مو وقته هلا. جاي على الطريق. أنا موجود هون من شان الشكوى اللي قدمتها عنا بتاريخ 24/11/2016. نحن عملنا مداهمة ووقتها لقينا لوحات حضرتك يلي قلت إنه انسرقوا من بيتك باسطنبول، ومن بيناتهم لوحة بتخص عيلتك. يعطيكم العافية. هاي اللوحة لألك؟ أنا عندي مثل هدول اللوحات، بس طبعا تقليد، يعني ما هن أصليات. وهاللوحة؟ هاي اللوحة مو لألي. متأكد إنه مو لألك؟ مو إلي. شو صار؟ القصة. فاتوا لجوا؟ وقف وقف، استنى، خليك، ممنوع تفوت لجوا. تأخرت كتير ما؟ تحسين بيك، في اتهامات كتير موجهة ضدك، وكل واحد منها له ملف منفصل ورح يتحقق فيه. حضرة النائب، بس اسمحوا لي وضح الموضوع يلي صار لحضرتكم. موكلي رجل أعمال محترم ورب أسرة مسؤول وبحب عيلته كتير، وحادثة السرقة يلي صارت ببيته أثرت فيه، وبالواقع صار في سوء تفاهم كبير بهي الحادثة، ونحن هلأ بدنا نسحب شكوانا. اللوحات مانا مسروقة، الحمد لله قدروا يلاقوها، وموكلي نسي يخبر المخفر بهذا الشيء يلي صار. غريب كتير. عم يكذب يا سيدي، لأنه أنا يلي فتت وأخذت هاي اللوحة من بيت تحسين. تفضل، هذا هو الإثبات. هاي الصورة مركبة وأنا مستحيل صدقها خدعة وسخة. حضرة النائب، نحن منطالب بتوسيع التحقيق. إذا في مجال تنفتح دعوة جزائية يا حضرة النائب. نطلب من حضرتكم رفض هالادعاء الكاذب، وأنه تسكروا هالملف من أساسه لعدم توفر الأدلة. يا روح. شكرا. شكرا لإلك. العفو. الحمد لله. شكرا. أنا كتير مبسوطة. ألف شكرا لك. طولي بالك، لسه ما بلشنا. انتقل الملف للمحكمة ورح تتوسع الدعوة أكتر بخصوص اللوحة، يعني هلأ هن متقدمين علينا 1-0 يا سوهان. طيب وأبي شو وضعه؟ والله أنا ما عم بفهم عليه شيء أبدا. وهلأ أنت صرت حر تماما يا عم رفعت. طالعوا تحسين بكفالة مبدئية. الحمد لله على سلامتك، لولاك اليوم ما كنا قدرنا ننجح. شو هالحكي هاد؟ ما انتهينا مو هيك؟ أنا معروفك هاد ما رح أنساه طول عمري. هلأ الخطوة الأولى هي أنه نسبة هاي اللوحات أصلا لعيلتي أنا مو لحدة تاني، وبعدين بيجي دور باقي القصص واحدة ورا التانية. شكراً كتير على كل شيء، الفضل الكبير بيرجع لإلكم. والله أنا ما بعرف أنت شو كنت رح تساوي من دوننا. يلا
ليكي جسور رجال عم يدور على حقه بالمحكمة، يعني لو ما كان متأكد ليش ليورط حاله بقصص المحاكم ويفوت هالفوتة يلي ما نقدى. إن شاء الله ما يكون الوقت سهل. خير إن شاء الله. شو يلي جابك لهون؟ ولا هلأ صار فيك تبين بعد ما طمنت؟ كنت عم حاول لقيلك معلم. يا جماعة لآخر الكوريدور وبعدين على اليسار. ايه ماشي. لسه إلك عين تيجي وتطلع فيني بولاند؟ بالله قلي شو الخطة الجديدة اللي بدك تساويها مع أبي؟ أبوكي هو يلي خطفك وأنا ما كنت بعرف، ولأتأكد من سلامتك شاركت معهم بهاي اللعبة الوسخة يا سوهان، وإذا بدك روحي واسألي. لا بقى تورجيني وشك بنوب. سمعتني شو عم قول؟ خالتي يلا روحي على البيت، هنن بيكونوا على الطريق هلا. طيب روحي. خبروكي شو صار؟ مستحيل انه نازلي تنساكي. ايه طبعا جسور، واضح انه نازلي بتحبك كتير. ايه بس محتارة ومو عارفانة وين بدها تعيش، وهلأ صارت مشردة مثلي. بس انتي معروف وين بدك تعيشي. ايه صح، بس حاليا. Thank you.
المرافعة الأولى ب16 شباط. صحيح، يعني بعد يومين من عيد ميلادك. أنا ما رح كون هون. ليش؟ لأنه في عندي رفيقة صار لها زمان بالبرازيل جاية لعندي، وضروري كتير إني شوفها. يعني بفهم منك إنك رح تقضي عيد الحب وعيد ميلادك بدوني، مو هيك قصدك؟ جسور، أنا بحياتي ما احتفلت بعيد الحب، وعيد ميلادي كل سنة هو عبارة عن عشاء مع عيلتي. ولهذا السبب أنت رح تهربي؟ لا، أنا ماني هربانة، بس وجود رفيقتي غير لي مخططاتي. بس نحنا كنا بدنا نحتفل فيكي بالبيت. شكراً كتير. المفروض هلأ أني زبط أموري قبل تاريخ 14 شباط، لأنه أنا لازم أفضل رفيقتي طول الوقت. طيب، وأنا جاهز لأي مساعدة. سلام. ممكن أحكي معك؟ مو فاضي. ما سمعتي شو قلت لك؟ حبيبي تحسين، جاية بنفسي خبرك خبر مهم. جاهز لتسمعه؟ بسبب سوء استخدام الوظيفة تم عزل مدير الأمن محمد توباكشي والنائب منصور بيدال والقاضي نهاد كايلار وإجراء التحقيقات، كما أنه سوف يتم العمل بهذا القرار بأسرع وقت. كل رجال تحسين كورلوداك وكل يلي معه وكل بلطجية كورلوداغ اللي شغلتون إنه يحرفوا الحقيقة على طول،
ويلي أساءوا استخدام مناصبهم كلهم راحوا وارتحنا منهم واحد واحد. اتذكروا انه انتو الأقوى لأنكن سكان هاي البلدة. انتو لا تخافوا من أي حدا وطالبوا بحقكن. الناس الوسخين رح يوقعوا أكيد، بس كونوا واثقين من هذا الشيء. النار لساعتها بأولى ورح تحرق كل شيء واقف بطريقها. انت بتعرفي حدا اسمه جسور على مدار أغلو؟ ايه طبعا بعرفه. خير شو فيه؟ رضا باعت رسالة لإله. من امتى؟ هالشي تحسين بأسرع وقت. لا تخلي هالرسالة توصل لإيدين جسور. صار لازم تعطي الخاتم لسوهان خان. انت هيك رأيك؟ يعني احسن ما يضل بجيبتك، خليها تحطه باصبعها. رح نشوف. شيرين ارجعي لورا شوي، يلا بسرعة. وقفي وقفي عندك. ايه استني، نحن لقينا الدليل. لوحة بيت اسطنبول. سوهان جسور بيك، هات المشارة. ايدك على المشارة لأشوف. شوفي. تعال. يلا. بسرعة. يلا طلعي بقى، ما بيكون اسمي كورهان إذا ما بخليك تدخي بالحبس.